زاد للإعلام تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن ربنا تعالى كريم وهاب، واسع العطاء، متفضل ذو الفضل العظيم، وهو سبحانه وتعالى شكور، يشكر لعباده أعمالهم ويعطي الكثير على العمل القليل. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أم المؤمنين ذلك، فخرج عليها وهي جالسة بعد صلاة الغداة لم تتحرك، فقال: أما زلت على الحال التي كنت عليها؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه الكلمات 4 من قالهن 3 مرات عدلت بتلك الجلسة كلها، مع أن هذه الكلمات وقت قولها يسير ولا تأخذ جهدا. وتأمل يا مسلم في حديث: الحمد لله تملأ الميزان، كم تستغرق منك من الوقت لتقولها؟ الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، تملأان ما بين السماء والأرض. الكريم يقول لك اعمل وخذ، قل هو الله أحد 10 مرات يبنى لك بيت في الجنة، تكظم غيظا في موقف واحد تختار ما تشاء. الله عز وجل كريم واسع العطاء، إذا سبح الإنسان 100 تسبيحة يكون له 1000 حسنة كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن الحسنة 10 أمثالها. تريد نخلا في الجنة؟ من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. كم يأخذ من الوقت قولها؟ ولكن ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. عباد الله، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أنتم تعرفون البحر وترونه، وترون ما يعلوه من الزبد الأبيض فوق أمواجه، كم هو كثير هذا الزبد. لو كانت الخطايا مثل زبد البحر فإنها تذهب كلها بأي شيء. سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. كان الصحابة في يوم من الأيام يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: من المتكلم؟ فقال الرجل: أنا، لا يقصد إلا الخير. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت 30 ملكا يبتدرونها يتسابقون إليها، أيهم يكتبها أول. رواه البخاري. عباد الله، هكذا إذا قال الإمام في الأرض آمين بعد الفاتحة تقول الملائكة في السماء آمين أيضا مع الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله،
ماذا تحتاج هذه الموافقة؟ انتباه من المأموم. وإذا وصل الإمام إلى موضع التأمين وانتهى من قوله ولا الضالين وجاء وقت التأمين يقول المأموم آمين، فإذا وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة غفر، تقدم من المقابل عظيم عند الله تعالى. كلنا نحب الكنوز، الكنز كلمة يسيل لها اللعب، فإذا أردت كنزا وهو كنز مضمون لا يذهب في الأزمات المالية ولا يتبخر بهذه الكوارث الاقتصادية، لأنه مضمون لا في بنك يفلس ولا بأوراق ربما لا تساوي الحبر الذي طبع فيها، ولكنه كنز مضمون عند رب السماوات والأرضين مالك الملك الذي له ميراث السماوات والأرض. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كيف نحصل على هذا الكنز؟ ما هي الوسيلة؟ قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لا قدرة ولا قوة ولا استطاعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الباء باء الاستعانة، إلا بالله باء الاستعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله، تبرؤ العبد من حوله وقوته ولجوئه إلى ربه. هذه الكلمة بحد ذاتها كنز من كنوز الجنة، وكنوز الجنة لا تسرق لا تفنى وتبيد، وإنما هي باقية. الكريم أعطانا بكل حرف من كتابه 10 حسنات، وأعطانا أيضا على كل حسنة نعملها 10 حسنات، لكن المضاعفة لا تتوقف عند 10، لأن الكريم الوهاب الشكور المنان واسع الفضل يضاعف، يضاعف ليس فقط يعطيك مقابل واحدة بواحدة، ولا واحدة بـ10 ولا واحدة بـ100 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، يعني حتى فوق 700 بحسب الإخلاص، بحسب اتباع السنة، بحسب ما عملته وما قام بقلبك عند العمل، المواظبة، مراعاة الله. أيها المسلمون، إذا تقلب رجل في الجنة بشجرة قطعها في الطريق كانت تؤذي المسلمين، وإذا كان الإنسان لو عاد أخاه المريض فإن مسافة الزيارة في الذهاب والمسافة في العودة، هذه المسافة كلها من ثمر الجنة وخرف الجنة، كأنه يسير في مخرف والمخترف المجتنى من ثمر الجنة. اخترف يعني اجتنى وأخذ الثمر من الشجرة، فهو يسير في هذه المخرفة. وقال في الحديث وكان له خريف في الجنة، فليس الخريف هو الفصل المعروف، وإنما الخريف هو الثمر المجتنى. والوضوء أشياء لها مقابل عظيم، ما منكم من أحد يتوضأ فيصب الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 بعد إسباغ الوضوء. هذه الكلمات اليسيرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة 8 إذن نحن نتاجر مع الله، والله سمى أعمالنا معه تجارة، وقال ألا أدلكم على تجارة، هل أدلكم على تجارة، هل أدلكم على تجارة، لكنها تجارة تنجيكم من عذاب أليم.
عباد الله، هذا الأذان نسمعه، وهذه المكبرات في المسجد يصل صوتها إلى بيوتنا، وعبر الآلات الحديثة ووسائل البث يصل الأذان المباشر إلى أجهزتنا أينما كنا. عندما يرفع المؤذن الأذان وينتهي من ذلك، بالإضافة للترديد المعروف، قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وهذه معروفة نقولها في التشهد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وهذه معروفة نقولها في أذكار الصباح والمساء. النتيجة قال: غفر له ذنبه، رواه مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يغفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله العظيم. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلق فسوى وقدر فهدى، لا إله إلا هو يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء، له الحكم وإليه ترجعون، له مقاليد السماوات والأرض، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، كل يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير والنذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وذريته الطيبين وآله وخلفائه الميامين وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن عملية الاحتساب، وهي أن تعمل وترجو رجاء الأجر عند الله، أن يقوم في قلبك وقت العمل الرجاء، هذا الاحتساب أثر عظيم. لأن بعض الناس يعملون عادة وتغيب العبادة، وبعض الناس يعملون سهوا وغفلة ولا يرجون، وبعض الناس يعملون مكرهين، وبعض الناس يعملون خشية الفضيحة، وبعض الناس يعملون تحت الضغط والإلحاح، كما يفعل بعض الأولاد في البيوت الملاحقة في قضية الصلاة. لكن يا عبد الله، ما أحلى العمل إذا كان هذا العمل فيه ابتغاء الأجر من الله والاحتساب. إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه، يعني لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، هذه أجر خطوات. لكن ماذا تفعل الملائكة لهذا الإنسان وتكرمه؟ قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه. ماذا تقول؟ بماذا تدعو؟ اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. ولا زال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، هذا فضل الانتظار والمرابطة. من منا لم يستيقظ يوما من الليل فجأة قلق أرق، استيقظ فجأة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل
فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. هذا من تعار من الليل فقال هذه الكلمات. نجلس في المجالس نخبط عشواء ونتكلم في الطالع والنازل، لكن هناك كلمات تقال في آخر المجلس تمسح منظفات. من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. عمل العمرة أجر عظيم، لكن قد يقول الآن الحرم لا زال فيه زحمة، كيف أنا أودي عمرة وأنا في بلدي وأنا في مكاني؟ من صلى الغداء عن الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة، ومن فطر صائما فله مثل أجره، ومن اتبع جنازة حتى يصلى عليها له قيراط مثل الجبل في الأجر، فإذا تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر، فإذا انصرف بعد الدفن كتب له قيراطان من الأجر مثل الجبل العظيم كل واحد. وصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير من 1000 صلاة فيما سواه، وفي المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة. عباد الله، الفرص كثيرة، ومهما تغيرت الأحوال الاقتصادية تبقى الفرص هنا كثيرة. أما في الدنيا الفرص تقل وتكثر، إن هنا فرص عظيمة، والأجر مضمون من الله عز وجل، لا تحتقر شيئا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. تصدقت عائشة بحبة عنب فتعجب السائل، قالت: إن في حبة العنب مثاقيل ذر كثير. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تغفر لنا أجمعين، وأن تتوب علينا يا أرحم الراحمين، وأن توفقنا لما تحب وترضى. عباد الله، هذا عامنا الهجري قد انقضى ويدخل عام جديد، والمهم محاسبة النفس للارتقاء إلى مزيد من الأعمال الصالحة والاستغفار من الذنوب والتوبة. وأما ختم العام بعبادة خاصة كصيام آخر يوم في العام أو عمل عبادة خاصة آخر لحظة في العام، فهذه بدعة ليس لها دليل من الكتاب والسنة. وكذلك لم يرد في التهنئة بالعام الجديد شيء، وإذا هنأك أحد فهنئه لعموم قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والدعاء طيب، لكن الاحتفال هذه بدعة لا تجوز ومشابهة للنصارى، فنحن لا نحتفل برأس السنة الهجرية القمرية كما يحتفل أولئك القوم برأس سنتهم، لكننا نسأل الله أن تكون سنة خير وأن يكون عام بركة. اللهم اجعله عاما مباركا على الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، واجعله عام نصر للإسلام والمسلمين في الأرض، إنك على كل شيء قدير. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في الشام واليمن ومصر وسائر الأرض أن تكون معهم، وأن تجمع على الحق شملهم، وأن تنصرهم على عدو الإسلام وعدوك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد، اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. آمنا في الأوطان والدور، وأرشد الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.